اليوم الملف اليوم كان معروض، يعني هذه جلسه اعتقد الجلسه الثالثه اللي تتعرض فيها الملف على محكمه الاستئناف، وهي جلسه متعلقه بتجهيز الملف. كان المحكمه مضطره لاستجابه لطلب الدفاع المتعلق بتاخير لاعداد الدفاع لوجود نيابات جديده، لذلك المحكمه اخرت الملف جلسه 18/7 لاعداد الدفاع على اعتبار ان يكون الجلسه المقبله ان شاء الله الملف جاهز لبدء المناقشه فيه. هذا كل ما كان في الجلسه اليوم. تاي صعاب نتكلموا اليوم لانه احنا في البدايات باقي ما عرفناش المسار اللي غادي ياخذوا الملف، ولكن اللي ناكد لكم ان الملف سياخذ حقه في المناقشه. طبيعه الملف تستوجب ذلك، ويعني حقوق الناس تستوجب ذلك، لذلك سياخذ الملف حقه في المناقشه. سلسله الاتهام هو ملف فيه تهم متعدده لانه في اطراف متعدده، تهم تتراوح بين تهم التزوير، تهم التجار في المخدرات، تهم النصب، يعني فيه تهم متعدده. لذلك اليوم كل ما كان انه الملف يعني احنا في مرحله ديال التجهيز فقط. التزامنا الاخلاقي مع المحكمه وانه سنبدا المناقشه ان شاء الله في الجلسه المقبله ديال 18/7. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.